اليوم احنا نقف في هذه الذكرى الأليمة والعزيزة أيضا. 1 أكتوبر 1985 ارتقى 70 شهيدا بين فلسطيني وتونسي نتيجة غارة صهيونية غادرة على مقر منظمة التحرير في حمام الشط. ما أثبت أن هذا العدو هو عدو غادر ولا يمكن بأي حال من الأحوال يعني إبرام أو الاعتقاد في السلم معه وفي الاتفاق معه. اليوم احنا نقف اليوم في فترة فيها موجة كبيرة من التطبيع يعني مع العدو الصهيوني، واليوم الخليج يتزعم هذه الموجة من التطبيع. تونس لن تكون جسرا للتطبيع، وربما على أشلاء هؤلاء وعلى دماء هؤلاء أن تمر محاولات التطبيع في تونس. اليوم فرصة لنجدد العهد مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار الأمة العربية أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن ما أخذ غيلة لا يسترد إلا بالمقاومة. واليوم ثبت أن طريق المقاومة هو طريق النصر، وأن طريق التطبيع هو طريق الهوان وطريق الخذلان. فتحي عبازة مناضل في حزب العمال. في مثل هذا اليوم من 1 أكتوبر 85 طيران العدو الصهيوني يعتدي على القيادة الفلسطينية في حمام الشط ويستشهد أكثر من 60 فلسطيني وتونسي وخلف العدوان دمار شامل. واحنا اليوم نعتبر انه قضيه فلسطين هي قضيه الشعب التونسي، وانه لا تكتمل انعتاق وتحرر الشعوب العربيه والاقطار العربيه الا بتحرير فلسطين وبناء الدوله الفلسطينيه حره مستقله من النهر الى البحر. واحنا بالمناسبه هذه نحب ناكدوا على مركزية القضية الفلسطينية، وأنه الشعب وإحنا كشعب تونس وكقوى وطنية نتوجس من زيارة وتزامن زيارة وزير الدفاع الأمريكي تتزامن مع ذكرى حمام الشط، وهذه تثير عديد التساؤلات، خاصة وأنه ثم اتفاقيات سرية وما يسمى شراكة استراتيجية وما حديث عن قاعدة عسكرية في تونس. احنا نعتبر أن السيادة الوطنية اليوم مهددة، وأنه ثم تهديد لاستقلالية القرار الوطني، ونستغل هذه الفرصة باش نطالبوا بتجريم التطبيع وبإعلان والتنصيص على أن العدو الصهيوني عدو وأن جميع أشكال التطبيع مرفوضة. البشير العبيدي الكاتب العام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. والله هيك تسمع في الشعارات اللي مرفوعة اليوم، هناك تعب شعبية ومواطنية أولا لمقاومة التطبيع ثم للتنديد بالعدوان الصهيوني على الفلسطينيين أولا ثم على السيادة التونسية توا عنده العديد من السنوات. بطبيعة الحال المناسبة هذه هي لتحفيز القوى المدنية ولتحفيز المواطنين من أجل التصدي لأشكال التطبيع ولأساليب التطبيع، وللمطالبة بمحاسبة الكيان الصهيوني على الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني وفي حق الشعوب المجاورة لفلسطين. احنا في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وانطلاقا من الميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية اللي ينص صراحة على حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في سيادتها واختيار نظامها السياسي، ما نجم كان نكونوا إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب القضية الفلسطينية وننادوا بمحاسبة الكيان الصهيوني
وانطلاقا من مبدأ عدم الإفلات من العقاب. العميد جبر فياض من منظمة التحرير الفلسطينية. الوقفة هذه تذكير بمذبحة حمام الشط، العدوان الصهيوني على حمام الشط على مقر منظمة التحرير الفلسطينية، وهذه الذكرى تعني أن هذا العدو يعتدي على الأمة العربية جميعا، لا فرق بينهم في المسافات، لا مسافات. فإذا تونس هي على حدود فلسطين تعتبر، لأنه هذا احنا نحيي هذه الوقفة ونحيي الشعب التونسي، والدماء الفلسطينية والدماء التونسية امتزجت على هذه الأرض يعني الطاهرة، ونحن نقول إن شاء الله النصر قريب والقدس عاصمة دولة فلسطين إن شاء وأبى من أبى. شكرا. اليوم نحن نحيي ذكرى 35 للعدوان الصهيوني على مدينة حمام الشط، اللي في الحقيقة يعني اختلطت فيها الدم التونسي والدم الفلسطيني، ويعني في ذلك اليوم العدو الصهيوني أراد أن يقول لنا نحن في تونس ويقول لكل العرب أنه لا يفرق ولا يميز بين يعني فلسطيني وبين تونسي، وأن مشروعه لا حدود له، ليس مجاله فلسطين فحسب، بل هو مشروع يمتد على كامل أرجاء الوطن العربي من محيطه إلى خليجه. نحن في هذا اليوم نحيي هذه الذكرى، نقول له أيضا ونوجه له الرسالة التالية، أن صراعنا معك هو صراع وجود وليس صراع حدود، وأن الخيار الوحيد الممكن رغم موازين القوى المختلة، لأن الصراع دائما بين حركات التحرر وبين الشعوب من جهة وبين المحتل من جهة أخرى، فيها يعني أحيانا ميزان القوى يكون لصالح حركة التحرر وأحيانا يكون لمصلحة المحتل. اليوم صحيح ميزان القوى مختل، ولكن التمسك بخيار مقاومة العدو ورفض كل أشكال التطبيع معه ورفض وعدم إعطاه أي فرصة للاستقرار والأمن والأمان هو الخيار الوحيد، لأننا نحن في تونس تأذينا من الكيان الصهيوني في عديد المحطات، لا نقل يعني عداء له من المفروض عن ما حصل في لبنان أو حصل في فلسطين أو في سوريا. نحن على أرضنا اغتيل أبو إياد واغتيل أبو جهاد واغتيل الشهيد محمد الزواري واغتيل معناها 70 مناضل فلسطيني وتونسي في هذه الغارة. لذلك نجدد العهد على أن نحن سنكون أوفياء لدماء الشهداء الذين سقطوا على امتداد تاريخ الصراع العربي الصهيوني، لأن تونس كما تعرف قدمت من أوائل الدول العربية التي أعطت كثيرا من المقاتلين والمتطوعين منذ سنة 36 حتى 48 في كل جولات الصراع العربي الصهيوني، كانت التوانسة دائما وأبدا موجودين في جبهات القتال وكانوا دائما وأبدا في صفوف المقاومة. نحن بالأمس أصدرنا بيان في التيار الشعبي ودعونا فيه الدولة إلى أن تعتبر يوم 1 أكتوبر من كل سنة يوما وطنيا لمقاومة الصهيونية، لأن مقاومة الصهيونية ليس فيه مصلحة تونسية فحسب، مصلحة إنسانية ومصلحة وطنية أيضا. لا سبيل إلى مقاومة الاختراق الصهيوني لتونس كالاختراق لبقية الدول العربية الأخرى، ونحن نعرف أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية موجودة في تونس ونفذت كثير من العمليات وستنفذ حتى في المستقبل، وهذا طبعا لا يخفى على أحد. لذلك تحسين أمن القومي هو يمر حتما عبر اليقظة للمخطط للمشروع الصهيوني على أرضنا، وكذلك يمر أيضا عبر تجريم التطبيع، باعتبار أن التطبيع يعطي فرصة للعدو الصهيوني بأن يكسر الحاجز النفسي مع شعوب المنطقة ومع الشعوب العربية ومع الشعب التونسي بأن يصبح كيان طبيعي مثلما يسوق ويروج اليوم في كثير من الأنظمة الخليجية التي تعمل على دمج الكيان الصهيوني في المنطقة عبر ما يسمى بصفقة القرن وعبر توقيع كثير من الأنظمة العربية على اتفاقيات يعني صلح واتفاقيات تعاون مع الكيان الصهيوني.